midnimada walaalayaal inay muslimiintu ay mid ahaadaan waxa weeye tiirka iyo dowladnimada islaamka iyo horumarka mujtamacaadka iyo amnigooda iyo sharafkooda ku taagan yahay. Hadday meesha ka baxdo midnimadaasna wax walba meeshay ka baxayaan oo sharaf iyo horumar ah. ولهذا قرآنك إلهي مكو سود الجيي ودولة الإسلام كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقلل في المدينة المنورة سنة كي سدح التمناد هجرة سنة كي سدح التمناد بعثة أو سنة كوباد هجرة مركب بالله أي إسلام بالله من أيها سدح التمناد صلى أو مكسو الجوي سنة كي أفر التمناد وقت بالله من نهاية سنة كي ما رأتي بعد حج سنة كي سدح التمناد آخر كيس بلوغ سنة برتمانات وآخر سنة أقوه هي هجرية وأنا مكسو هجرية دي دولة الإسلام كانت التالي دولة دي محل متاعد تيرر كده مر أفر شيء بلو تالي أفر تاش شيء لعام توضح من ساقايا تيرك كوبا دوام من المرض التوحد أن مسلمين تقول يكون مدوبان حرق إلهي يقف صدام واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأمر ينهي ولا صعد الله حرق واحد ولا يهاي واحد يقول مذا باي حنا ما ضانا وحياه لو جورا يجي ولو لو جورا إسلام أو مجتمعات جاهلة عربت رجادية أو الدولة نبدأ ندقة وواحد مركز لقي ستة أذكى المجتمع أنا واحد ضانا كم واحد سجد جدوى مركز واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا ولبد من رأس خسارة وهاي وأمر إنهي أمرك كوبا ضحاوي واعتصموا بحبل الله جميعا حرق إلهي وذا قبصة دمانتي هل كان مركا ضدك يكون مدوبايا حرق إلهي مرة تسير حرق إلهي وحال قوة ذا محبل الله وشريعة الإسلام دينة الإسلام هذا أنا وحال أتكي أمرك وكفلنا خضاب واضحة جملة كاملة وايا دي هل كان مستاقل هاي لكن أهمية المسيرة إلا ذا إلهي وغيره ولا تفرر أكل التجد لأنه عندما يعد البشر كوحي تاني كلا تقال محيوك على التجايان عوامل وحاجة الروك على التج أخطر ومجتمعات في الجاهلة يا عربات الويق اللي سوء ما وايا والنبي قمر كوي من صلى الله عليه وسلم مدينة ويبدأ ودوي مع أقوى رأي عامل في قبل قاوى قبل يدا قبل قبيل بقى هاي يعني عربته قبل قبيل سدلايان قبل قبيل بكل حرايان عامل كاس قبل قاهو ومتك الدولة ماذا لدك قوة أنت أجرنا ضدك الدولة من قكران قيمله وشرفه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكرر مجتمع عباد الجاهل قال اسلام كرر وحب مركب حق يدين وحل يرادو المؤاخاه بين المهاجرين والانصار المؤاخاه بين المهاجرين والانصار لما فائده احباس تايدنا او لو عذر داوينيس مركه ور المهاجرين اي انصار ما عاس لا بخو او دد كسو هاجري مكه او سو هاجري مدينه او قبائل كل دول ابتر سدا لكن تكسو غوري ابتر سغاس مجا المهاجرين ولا قاطي هي إن ممكن مدينة إسكت دلائي أوس يا خدر الأقوى وينايل أو أنت قبيل قبيل كلا سهر أنصار أنصار الإسلام كم دوبي هل كا قبيل قبيلة دبل مدلة هي إلا سوه اللي قبيل وحال الأقوري مبادئ ذي حمل جيراه أيضا صار شيء ما عاد شيء يسي أو لقوم دوبي أو لبا لرب حيد مجا يدق لرب حيد مدوق أكو أنت مجا لرب حيد نحن المهاجرون ونحن الأنصار ماشي وحكب بحي غير هبل غير هبل غير مقيه واجران لكن مقاها سؤال تفسير الجران وما جران إلا سوه اللي إلا سكوت دلو إلا سوكا شان مرسد إلا دلو قوية من الوحرين وما جران لأنه تاس مبادي دا يعني سخضي مبادي دا اللي سوكو ري هدنا إن ولا لا إن نقضان مهاجرين أنصار لفتو دو أيقو كلا قبل قبل أه إن ولا لا نقضان هدنا وحال قد دلو قد وحال ماشا سكوت دلو قبيلة مكينة دلو هدنا إقليمي ديال دلو قبل قبل إن هدنا قبل قبل رسوها بروعه ولا يرى نحن بني حنا بني فلان ولا سود لك نحن قبل هبل أكثر سنة أنو ما من هبل أنا أنو ما من كسوك سهر جنا غير هبل أنا غير هبل أنا ودولان كنا والجاهلية الأولى سلام وشكركم النبي صلى الله عليه وسلم ما نت وهو رئيسي بودلي لأنه الدولة النبي دولة لآدي كريم هذا اللي سيد للتاس هذا اللي تقوله ده كوينه ورعنا قضان سمن ومبادئ إنسان مؤمن تقي يدخل الجنة وكافر ملحد مجرم فاسق يدخل النار مبادئ الوكالة هل كان سدان لو سوق قدبن أو قندرة أما تيدا سأل لو سوق قدبن مجلس الدولة دي ملو قدبن مال تاس أيام قبل الله بأسرع نمال مركب المسلمين تسأل لو جهي أو قبيالة يقواليس يوحيابه الجاهل يسكوش قينين لغا هرين أيها هذا ندد كي قال هذا أهاي المسلمين تأهل يهود نصارى نصارى وعسكي يرى يهود وعبد المدينة
أي النبي صلى الله عليه وسلم أبد به مسلمين تيوم مديسن يأيي أهل الكتابة ويهود إن يهدن هشيس قلاء ليلة وثيقة المدينة أما هشيس المدينة وإلى حد القرآن والدستور قهر العالم كلا قرآن والدولة النماء كهلا يدور صد البندية وملاس وليها خرج قانون كأياء سوق لا سيء أقرأ ونحن كستك هذا الدولة النماء يا أمن يا حقوق يا وضع نراشد يا حرية الذي أعطاك أيا كجرة محايا لو حكجرة لليهود معابدهم وللمسلمين مساجدهم أيا كم ذا يهودنا معابد كل ما يستنى إليه والله احتراما مسلمين مساجد إليه حتى قالوا للدين تدوح الله عليه مركه هذا ندى إرادة رسول النبي صلى الله عليه وسلم أيو كم ذي مسلمين يهود هل كان مركه مبدأ استحضر إلى المواطنة أما وطنية وما قضية السورية اللي قناه وحال كان كم ذوي كران دينه كم ذا عيسى وطن كأي ود الليل ذلك كم ذوي كران دنتيس ذلك ود الدفاع عليه نور كاسي ود الليل وقوة هذا مسلمين عالم العربي والإسلام كنور ولا نورة المسلمين كريستنا ولا نور ذلك كل أفتر سدان نور الحمد لله مسلم أنا بغلق وبغل مركا إسلام كحوي مد إنه جرى دين تان دين تا إسلام كحان إن هلا الله أم هلا تفتر مايا ومواطنين ذلك يروح كلي دين تودن حروي ذلك الجوعي حتى سيد عمر رضي الله عنه مركد دم أربي جزيرة وحو خراج أيو حوك ساري الحمد لله أنا خراج تذكر واحد يقول كسر ساعتان بغلق وتوان يبغلق وشن أحكام كل الدواء إن خذنا الدكتور شبان سداس ترتيب ترتيب على وجهه وحيابي تسينا أي إن معتقدات الدين أي سوء هيستان أما أي كل الدواء أنت أصل مركا مبدأ أساسي هو مبدأ أفراد وأسوون أيضا مهم كأه مركم مثل ماذا لقاه ضلي أو لقاه ضلي إلا جورا قبيال الدين يا قباليسي يا وحلا مذا وهذا بدل كديمك وكل دوين أيسن عقبتكم لغة دولة اسمها هذا وأيضاً لسم الميثاق وضن لماذا هي دولة الدفاع كل سنة أيا هذا نوحى لما رأي دري قضى حكم كالوجارة والمدة أقدر والمدة أنت بدن مينويك ماشي كو أسيها الكاسوا ومسلمين تلو تبدن كو هيجر إلى ما تلو كو هاي أنا قلفت أن الصومالي هذا أنا وملاها اللي سجلوا وإيش الغول هاي وعداوات يعلاها يخلاف كأسر كو إسلام هو مبدأ أسماء بوجهه، محل هو الدين الرباني، إلهي هو أبغى دومن كيس واحد بعتله كوكين دونه من كاسو حل كود سهر بريء، محل هاي مبدأ أسو وأمرهم شورا بينهم، ثلاثة مسلمين تو وذا تشي، إياه قرآن إياه المبادئ لجوده الشيء، الله مدي سين هاي أوقفه باحترامه النتيجة ذا يبقى قرآن، مشورا تاسو، مبدأ شورا تاسو، وأمرهم شورا بينهم. مركه وحوي شورا ما أنت ولا تدويري مؤسسات اللوس المائي وحلوس المائي تقريبا إلى أفر مؤسسة مدول بإيران يسون هذا شورا إلى إيران وحاكم إذا برلمانات كم إذا وحاكم إذا دساتير تلقى تلقوه الشيء وحيرنا إن وحول بلقه الشيء ولا سوء قادو وحاكم إذا باهين تحكم ولا باهي وحاكم إذا أحزاب تيو صحافة حرتا إيو مجتمع ما له رأي هذا الصامر سيء ما دام أي تلاذع كليهن أنت صوت نبى وحلو أروريه شوردي شوردي بعرف ربع إني سن مالنا يسن أنا لسه تجين أو عيد ولا دور كي على طول مصير كتلاذع يدلك إلا هذا إني تلاقي على طول مركب وحلو جرب ربع أنت صوت مركب لما مبدأها صباح يا مركب مبدأ وحواي مبدأها إن دولتنا تلاذع مركب هاي أي واجب كتاي إن إلى الصوت سيدي مبادئ الجود إلى الإسلام والدولة لماذا؟ أيالا فوائد هو إلى الإسلام مبدأ الشورى إلى الإسلام أو وضع تشجع الباهس أو ضد والبهار يوجدران سيد عمر رضي الله عنه هو ذبيذ مركو تشجع سمين جري أو قانون الدولة وجاري وهو يريد جري مركو هو رئيسة عشرة المباشرين أنت كنول أنت بدوام نورين أبو بكر أبو عبيدة كليها كبح مركز توتر هاي عامل جرح أنك لا يراد أبو عبيدة عامل جرح نعم أنت كروان ولا يعني سديد كروان ولا يعني أسوق كمنها محيط لا تقوله ده لأن وضدك قوة وين قوم ضنا سياسة ده بس هو ده وحالي كرا ضدك لغن كا ضدك مارت وين أو سياسة ده ومن أحد أهاجر أما أحزابته جامين ضدك ساسو كلاتا الصامين تلا بس ضدك وين شخص كان جنود لوجو بشاري درجة أو تتحصيلة يا مرؤي غير لكن وحال لقوا ده مقامك ومجتمع كله هلا وين قف كستوى مجتمع مقام كله مركز تلو اللي هنا اللي يستو حق الدولة دي كتير اللي يستو هدول علماء هاي هدول دقي هاي هدول سياسيين هاي هدول أقوياء هاي هدول ذو قيمة هاي ومهم رجع دوره
قدم كلباد وحواي وهذا مهم كأسقنا ما كانوا كليته ولا ربعنا لقيت بوفين وحواي إن دتك للسيو حريات وحقو عبران أيقوا إلى لنا مبادئ دبودنا إلى لنا مبدأ الدولة لماذا يدينتو لقمة قرطبة دتك ثلاثة هاي وحال ربعنا سجارة إلى ليا دتك أن ثلاثة كجرين وحال ربعنا وجدان إن مبادئ ذلك يدينتو أيتها مقدس أو أيقنا أن لحين يروح إلى ليا وحيابها مستقبل كأية سياسات كسانية لنا وحارة ما إلا تشغل أو لا تشغل الدنيا ولا تشغل عسو وحول دوينا يا قلوبته رأي الصيب كأي صباحية هديح دجال كإنا ودجالنا كهرين ما كنا لنا يسأ هدو النتائج كمستقبل كدلك ما يشوف هذا هنا مركز توه كسارة يمودجا أو دتك وسوق نعسنانا يا وحير هذا كهرين بصباحية وأنا حنكون قبل دويننا وإلا أجازو حكم كإلهي ما بحيل بناء دون بحكم دال كستود كوب بحسي إن المنصب فلان أتكون فريستي والله بعد الأودين أدعنا كوب فريستي ولذلك إلهي آية قرآن الله وحوله وللهم مالك الملك تأتر الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء سيدة سعال يساء ولي قد اسم دين الميسو نين أضايا أن كرسي قام في الدبا ذا كقبنا بغلق اللباطن أفكيس كرسي قعنو سن تجك كقبل أي أولاي كوب فريستي للآن يسمى بغلق بسلاش وقعد يسكو جرنا وقال لقل لي حين لماذا؟ لأنه حالة تصيئة تراد إلى الله قعد يسكو جرنا ولذلك وحالة رباء إنا ليسكو دنباب إنا ليسكو تومن إن دتك تراد هاينا أي ميسك سوى ساران وحكستا أو هديد دولة قبلة لا ترتمى أي هديد دولة لا ترتمى أيبا دور الشفافية أو موقتها قفر بكو قنع كرو أو قفر بكالتسك قادة كرو إنا الديارينا واجب دتك تراد هاينا dadka kale tana waxa waajib ku ah iyaguna in dadka talada haya ku ixtiraamaan siyaasadada in mas'uul ka yihiin oo talada iyagu ay hayaan oo mandate-koodi ama ahdigi iyo walaalidi iyagu Ilaahay mas'uul ka dhigay ay kula shaqeeyaan danaha qaranka ay wada ilaaliyaan Ilaahay waxa ka baryayna in dalkeena dowladina noo toosiyo Allahu sallallahu alayhi Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عنا اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان اللهم أقم دولة الإسلام في فلسطين وفي القدس الشريف اللهم إنك عفو تحب العفو اعف عنا يا الله عافيمات كاغا أمهم إلى تيشو دكتور خبرت سرالة كسو دوو أمه هوسبيتال بحيها دري العافيمات اللو ذا دنيا هي وحانا كوكو ديارة حرونتين عافيمات أقاتير خبرت سرالة oo heegan u ay ilaalinta caafimaadkaaga goor waliba waxaana heegan ku ah dhaqtarada haweenka oo khibrad sare u leh daaweynta xanuunada ku dhaca haweenka dhaqtarka daaweynta qallimada lafaha oo horey u soo fuliyay kiisas badan oo guuleystay oo isugu jira qallimo iyo daaweyn waa khabiir in badan ku hoolana ilaalinta caafimaadka bulshada horeyna u soo fuliyay qallimo badan oo guuleystay dhaqtarka qallimada guud iyo labiskoobiga dhaqtarka cudurada guud oo ka daweynayo dhammaan xanuunada gudaha lehna khibrad aad u badan muddo badan ka hoolana badbaadinta bulshadiisa hadaba iga hoob bishaaradan maalinta sabtida iyo maalinta khamiista la kulanka dhaqaatiirteenu waa bilaash ama lacag la'aan ka faa'iideysu fursadan oo hadda soo booqo khubaradeena si aad u hesho adeeg caafimaad oo ku raali geliya naga soo wac ciwaanada shaashada kaga muuqda